شريتوا كبس العيد؟ راني نتمنى نشرو كبش جسمين وعندو قرون وندلو الحنة. إن شاء الله تشرو كبش وتستمتعوا باللحظات وتشرو كبش جسمين وعندو قرون كيما اللي راني حبيتو. واش تحبي تاكلي في العيد الكبير؟ نحب ناكل الكبدة. نحبش ناكل الزلوف والدوارة، نحب الكبدة بزافة. في رايك واش راهي يخص الأطفال حالياً؟ الحاجة اللي راهي ناقصة الطفولة هي اللي الأبوين متوفين، أطفال اليتامى والمساكين اللي إماهم وباباتهم متوفين، هذه حاجة ناقصتهم بزاف وما يقدروش يعوضوها. قولي لنا واش شريتي لماماك في عيد الأم؟ كانوا بدرهم تاع العيد، خرجت شريت خمار، شريت ورد، شريت ديودورون، شريت شوكولا، درتهم كامل في باني وعطيتهم لها. اللحظة تاعها والشعور تاعها الدمعة غلبتها. نحبك ماما بزاف. وباباك ما غارش؟ بابا ما غارش باختك، كان عارف لي هذاك النهار عيد الأم. قلت له ما كاش عيد الأب، لو كان كاين عيد الأب لو كان جبت لك كادو. إن شاء الله كيما يكون عيد أم يكون عيد أب ونفرحوا باباتنا كيما ماماتنا، نعنقوهم نبوسوهم. شحال قيمة المصروف اللي مدلك باباك؟ بابا من شهر لشهر يعطيني 50,000 يقول لي شري بيها واش راكي حابة. بناتنا وين يخبي باباك الدراهم؟ يخبيهم تحت حوايجه. ما هي رسالتك للأطفال اللي يحبوا يصنعوا محتوى؟ أي إنسان راهو حاب يصنع محتوى سيغ لي ريزو سوسيو لازم يتبع الحوايج الفائدين ويشارك صوالح الشابين ليز أكتيفيتي باش ينفع روحه وينفع الأطفال للقضاء على الملل. كلمة أخيرة، نشكر الطاقم تاع فور كيدز على استضافتي لهذه الحصة، ونتمنى يستضيفوني مرة أخرى، ونحبكم بزافة.